بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبلش بشابتر 11 السكشن الثالث اللي هو راح يحكي عن الليمت اوف سيكونس. هسه شو يعني الليمت اوف سيكونس؟ يعني بنيجي بكون عندي سيكونس وبجي بحسب لها الليمت عند المالا نهايه عشان احدد انها كونفيرت او دايفرج. اهم شغلات بدنا نعرفها عشان في شغلات مهمه قبل ما نبلش بدنا نحكي. هسه كان اجيت حسبت الليمت لما ان مثلا حتقول للمالا نهايه مثلا. اذا كان الرقم لما اجيت حسبت الليمت للسيكونس اذا طلع معي رقم فبتكون كونفيرج، اذا طلعت معي موجب او سالب مال نهايه اللي هي نفس ديز نوت اكزيت نحكي عنها ايش هاي دايفرج. بس قبل ما نبلش هسه بالشرح بدي اعطي كم خواص. مثلا خواص اللين، عند اللين لين اذا كانت A قوة B بدك تعرف انها هاي بتساوي B لين الA، هاي واحدة. بدك تعرف انه اللهم صل على سيدنا محمد اذا كان عندي لين المال النهاية بتساوي مال النهاية، ولين الصفر بساوي سالب مال النهاية. بدك تعرف انه الخواص لين القسمة A على B بتساوي لين الطرح A ناقص لين ال B، وبدك تعرف انه لين الضرب A في B بتساوي لين ال A زائد لين ال B. هذول بشكل اساسيات. وبدأ اخر واحدة اللي هي هنحكي عنها لين الواحد على A بتساوي سالب لين ال A. تمام؟ هسا نشوف أمثلة. أول مثال بيجي بحكي لي إنه إذا كان عندي كثيرات حدود، كان عندي طالب مني أحسب، معطيني هذا السيكونس أن تربيع زائد خمسة أن على أن زائد خمسة، معطيني هذا السيكونس وحكالي أحكي لي إذا إنه دايفيرج أو كونفيرج. إيش بروح بحكي؟ زي ما حكيت باجي بحسب الليمت لما أن حتقول للمال النهاية. بدك تعرف إذا كان في عندي كثيرات حدود دائما بهاي الحالة في حالة الجمع باخذ الأس الأعلى، باخذ الأس الأعلى من البسط وباخذ الأس الأعلى من المقام. يعني زي هون بتحكي الليمت لما أن حتقول للمال النهاية، طبعا الأس مع معامله، يعني هون عندي إيش؟ هون أن قوة واحد هون أن تربيع، إذا الاثنين أكبر كم المعاملة؟ إذا أن تربيع. المقام أن وتساوي أن. هذا بحكي لك انه بكون طالب السؤال انه ديترماين انه كونفيرج اور دايفيرج. ان ليميت لما حتقول للمال النهايه وتساوي مال النهايه، اذا ايش هذا حسب الشرط؟ هذا كونفيرج، ولا دايفيرج؟ دايفيرج. كمان مثال لو اجينا نحكي الليميت لو حكينا سالب 3 ان تكعيب زائد 4 ان تربيع زائد 1 على ان اس 4 زائد ان تربيع زائد 1 لما ان حتقول للمال النهائي. طلع كيف هسه هون البسط من المقام، كم هون اعلى شيء نحكي ليميت لما ان حتقول للمال النهائي؟ يقول معطيني هذا السيكونس باجي بحسب له الليميت عند المال النهائي. هون مين على أس؟ هون صفر، هون اثنين، هون ثلاث. إذا أن تكعيب مع معاملها يعني سالب ثلاثة أن تكعيب على أن أس أربعة أن تربيع زائد واحد أن أس أربعة وتساوي سالب ثلاث على كم؟ على أن ليمت لما أن حتقول للمال النهاية. عوض بتساوي صفر. يعني إيش؟ دايفرج ولا كونفيرج؟ طلع معي رقم كونفيرج. في اخر شغله بدي احب احكي عنها بهذا الشيء لما نجي نحسب الليمت، اذا كان عندي العباره بحاله الجمع باخذ اعلى شيء، طيب في حاله الضرب يعني لو كان عندي ان زائد واحد تكعيب ان تربيع زائد خمسه على ان تربيع زائد واحد، طبعا الكل تربيع في ان زائد واحد. بهاي الحالة هاي رقم الصفحة واحد
بهاي الحالة شو بروح بعمل؟ بحكي الليمت لما ان حتقول للما لا نهاية. ان زائد واحد تكعيب، يعني هاي لو جيت تفكها ايش مفكوك الان تكعيب؟ كم اعلى اس رح يطلع منها؟ رح يطلع منها ان تكعيب زائد ثلاثة، ثلاثة ان تربيع زائد ثلاثة ان زائد واحد، يعني اعلى اس من هاي. انا بهمني اعلى اس فك التربيع ان تكعيب، مظبوط. ومن هون ايش يعني باخذ من كل واحدة، يعني فكت التكعيب باخذ منها اعلى اس ان تكعيب، من هاي باخذ ان تربيع. لو اخذت الثلاث بتصير ان تكعيب، ولو لما اجي اخذ هاي بتصير ان اس اس كم؟ يعني الاسس في حالة الضرب تجمع خمسة، يعني بتصير ان اس خمسة، صح؟ هاي بالنسبة للبسط. طب نيجي للمقام، عندي ان تربيع زائد واحد، فكت التربيع ان اس اربعة زائد اثنين ان تربيع زائد واحد، يعني ان اس اربعة هذا اعلى اشي راح تاخذه، تمام. نيجي لهذا ان زائد واحد راح ناخذ الان لحالة، يعني نيجي نحكي الليمت لما ان حتقول للما لا نهاية ان اس خمسة على ان اس خمسة وتساوي واحد، كونفرج بهاي البساطة. نشوف كمان شغلة، لو جينا حكينا الليمت لأربعة ان زائد واحد على ان لما ان حتقول للما لا نهاية، هيك يعني معطيني هذا السيكونز وبحكي لي احسب الليمت له. كيف باجي بحسب الليمت؟ بكل بساطة بقدر احكي انه يعني يا بتشتق يا راح تشتق اشتقاق، يا اما شو راح تعمل؟ تسحب عامل مشترك او بتاخذ اعلى حد. كيف كنا ناخذ اعلى حد؟ اللي هو 4 ان على 4، يعني ايش صفى؟ ان ما لا نهاية 4 ان على ان وتساوي 4، كونفرج. طيب هاي بالنسبة اذا كان عندي كثيرات حدود. البارت الثاني ايش بحكي لي؟ اذا كان عندي كثيرات حدود بس هاي داخل اقتران اللي اعطيتكم اياهم بالبداية، ليش اعطيتكم لين واللين؟ هسه بدنا نحكي عن الانفرس كمان اذا كان جواتهم اقتران او الساين او يعني بهذا المعنى. يعني اذا كان عندي اقترانات اسية او اقترانات اللوغاريتم بعاملها زي ما بعامل كثيرات الحدود، بس بالفرق انه بيجي عندي اختلاف النتيجة. يعني لو اجينا نحكي لين لثلاثة ان تربيع زائد خمسة على ان تربيع زائد واحد، معطيني هذا الليمت، تمام. باجي بحكي انه ليمت لما ان حتقول للما لا نهاية لين ثلاثة ان تربيع زائد خمسة على ان تربيع زائد واحد، عادي بعتبر حالي اني بس مش موجود اللين، خليها برا، يعني حط اللين برا واحكي ليمت لما ان حتقول للما لا نهاية. هذا ايش رح تاخذ؟ اكبر اس هو هذا واكبر اس هو هذا، يعني ايش؟ ثلاثة ان تربيع على ان تربيع وتساوي ثلاث، يعني ايش؟ ثلاث وعندك برا اللين، اذا ايش هذا الاقتران؟ كونفرج. كونفرج. طيب لو كان عندي ايش؟ نفس الفكرة، لو كان عندي التان انفرس، لو حكينا انه تان انفرس لان تربيع زائد خمسة ان على ان تكعيب زائد واحد، باجي بحسب الليمت عادي، خلي التان انفرس لبرا، يعني انها مش راح تأثر للليمت لما ان حتقول للما لا نهاية، زي كأنك شو بتعمل؟ بتحسب عادي ان تربيع وان تكعيب، راح تاخذ ان تربيع على ان تكعيب، تيجي تحسب الليمت، يعني ايش؟ التربيع مع هاي صفت واحد على ان، يعني ايش؟ تان الانفرس للصفر. تان الانفرس للصفر كم؟ تان الانفرس ايش هي الزاوية اللي صفر لها؟ صفر. هاي بالنسبة. واخر شغلة بدي احكي عنها اللي هي لما يكون عندي الليمت بتكون ما لا نهاية، يعني جاهز، يعني بتكون الليمت، نيجي نحسب الليمت لما تكون بشرط انه ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، هاي بتحتاج لمعالجة. هاي اكثر اشي راح نواجهها باللين. كيف يعني؟ راح لو اجينا نحكي لين الان زائد واحد ناقص لين الان تربيع زائد واحد،
تمام بيجي معطيني هذا السيكونس وطالب مني احسب الليمت اوف سيكونس. الليمت اوف سيكونس ايش باجي بحكي؟ كل هالبساطة عادي. هاي او الاصل في النهاية تعبد مباشر، يعني صارت مال النهاية ناقص مال النهاية. هاي تحتاج لمعالج، شو بروح بعملها على الخواص. او خاصية الطرح هي بالاصل خاصية قسمة، يعني ايش؟ لين الان زائد واحد على ان تربيع زائد واحد. ايش هاي؟ بحكي باجي الليمت لما ان حتقول للمال نهاية، وتساوي لين برا الليمت لما ان حتقول للمال نهاية ان زائد واحد على ان تربيع، راح تاخذ ان على ان تربيع، الان تربيع مع هاي صفت واحد على ان، واحد على ان عوض المال نهاية صفت لين الصفر، وتساوي كم؟ لين الصفر وتساوي سالب مال النهاية. إذن إيش هذا؟ دايفرج. نشوف كمان مثال. إذا كانت عندي في عوامل برا زي هيك، مثلا عندي اثنين لين الان زائد ثلاث ناقص لين الان زائد واحد، زي هذا السيكونس. تمام، هذا لو اجيت تحكي الليمت اوف له راح يطلع مال نهاية ناقص مال نهاية. فشو بروح شو بضطر اعمل؟ اوحدهم. لكن انا ما يكون عندي شرط هيك، حسب القواعد اللي هي هاي القاعدة حكينا عنها، لما تكون ال لين ال بي بتساوي بي لين ال اي، باجي برفع هذا لفوق. يعني ايش حتصير؟ حتصير لين الان زائد ثلاث الكل تربيع ناقص لين الان زائد واحد. القسمة بحولها لقسمة لين الان زائد ثلاثة تربيع على لين زائد واحد. تمام، زي ما حكينا باجي بحكي الليمت لما ان حتقول للمال نهاية عشان احدد كونفيرج او دايفيرج. هيك طبيعة السؤال، بحكي لك ديتيرماين كونفيرج او دايفيرج، بتيجي بتحسب الليمت عند للسيكونس. بتروح يعني شو هون بهمك؟ لين برا ليمت لما ان حتقول للمال نهاية. لو جيت فك التربيع، ان تربيع زائد ستة ان زائد تسعة، فايش على وحدة؟ ان تربيع. هاي ان زائد واحد حتاخذ الان، التربيع مع هاي وتساوي لين المال نهاية وتساوي مال نهاية. اذا ايش؟ داي فيرج. هاي الصفحة رقم ثلاث، وهيك بكون خلص الفيديو.